إخواننا في أندونيسيا وخاصة المتبرعين رزقا طيبا متقبلا. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وفرج كرباتهم. اللهم سهل لإخواننا في إندونيسيا أمورهم وارزقهم السكينة والمودة في بيوتهم. اللهم ارزق إخواننا في إندونيسيا الذرية الصالحة واجعلهم من جيش تحرير المسجد الأقصى. اللهم إنا نشهدك بأننا نحبهم علماء وقادة. اللهم احفظ لنا هذه البلاد، اللهم احفظ لنا هذه البلاد المباركة وارزقهم خير الرئيس يا رب العالمين، وهب لهم البطانة الحسنة، واجعلهم يا الله مطمئنين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.